حضراتكم في موضوع جديد هنكمل فيه شغلنا على الدولة الوسطى. قلت لحضراتكم ان ارتي سن حكانخت ميكترا كل دي شخصيات جميلة، شخصيات عاشت، شخصيات بتقرا منها البلد، لكن بتقرا ان البلد وقفت على رجلها، اهتمت، وادي الحمامات اتفتحت، مناجم، محاجر، مسالك، وصلت النوبة، بدأت الامور، بدأت الروح تدب في اوصال مصر مرة ثانية. وهما ان حكام الاقاليم قصقصت لهم شوية من مش كل ديلهم. طيب، وقلت ان فيش اكتر من شخصية، اخر شخصية منهم يمكن هي بالنسبة لي الاهم، وهي شخصية اميني او امنمحات. بيحكي ان هو خرج مع في ايام الملك سعانخ كرع اللي هو ربما يكون اخر ملوك الاسرة ال11، وقال ان هو راح لوادي الحمامات لقطع حجارة لقبر الملك، وهو ماشي قال انه وهو ماشي هو والجنود بتوعه لقوا في الصحراء غزالة، فوقف اتفرج على منظر الغزالة، وهو بينهم هم واقفين ومبسوطين لقوا الغزالة بتقعد وبتضع طفل. ولادة الحيوان لطفل بيعتبرها المصريين لغاية دلوقتي فالحسن، يعني لما حد يشوف معزة بتولد، يشوف قطة بتولد، يقول لك يا ده ربنا هيكرمه ان شاء الله هيجي له فال خير او فال حسن. فالراجل اعتبر ده فال حسن. 8 ايام بعدها وماشي في الصحراء بيقول للجنود بتوعه عاوز اشرب. قالوا طيب بس هندور يا ابني، هات ازازة المية، يا ابني هات الجيرك اللي معاك، مفيش، اوب مفيش مية. يدوروا، تجلت عظمة الملك وعظمة الإله مين؟ رب الصحراء الشرقية، ونزلت المية خلت الجبل عبارة عن وادي. وهم بيبصوا لقوا إن في وسط الوادي لقوا بير كشفته المية، عمقه 120 ذراع، مدوا وشربوا وخزنوا وعملوا وانبسطوا 24 رات، وهو كمل رحلته. مرة واحدة بنلاقي مانيتون بيشيل ده، وبعدين بيقول أمن محات بداية الأسرة ال12. هل هنا أمن محات هو نفسه أميني اللي ذكر في النصوص بتاعت نبوة نفرتي؟ هل هو شخص آخر؟ هل ده كان انقلاب على الملك؟ هل كان مشاكل حصلت في البلاد ما بين الكهنة؟ لكن الكهنة أنا شخصيا بستبعدها لسبب إن كهن إن الأسرة ال12 اهتموا بيه مونتو واهتموا بأمون. أمون إمحار بقى أمون في المقدمة، لكن مونتو كان موجود، وفي القصة ال11 بالمناسبة أمون برضو كان موجود، ما كانش بعيد قوي. مونتو حط بيه يعني مونتو منعمي، أو مونتو اللي بينعم علي، أو مونتو الراضي عني. ومونتو دايما لما نعرفه دايما ألاقيه واخد الصقر، ولكن واخد الرشتين بتوع أمون، يعني كأنه بيديله حاجة قوية إن هو رب المقاطعة الرابعة من مقاطعات مصر الأولى اللي هي مقاطعة وصل. المهم الأسرة ال12 يبدو انها بدأت بكده، ويبدو ان امنمحات اصطدم بفرع من فروع المناتحة، ما عجبهمش الكلام ده والامر اصبح مش مقبول، فما كان منه الا انه قرر انه يلعب على الوتر الاقتصادي، اظهار البعد الاقتصادي، اظهار الاوضاع الاقتصادية، تعلية الوضع الاقتصادي في البلد. ازاي؟ ان اتحرك لمكان اقدر اضمن من خلاله ان البلد تعيش في افضل احوالها الاقتصادية. نزل على الفيوم وخد حتة هناك اللي دخلت تبع الجيزة، بقت إيثة تاوي القابضة على الأرضين، منطقة اللشت. ليه؟ زي ما قلت لحضراتكم قبل كده إن الفيوم كده عملنا حاجة كاملة عن الفيوم، أكتر منطقة خصبة في العالم كده، لدرجة إن في العصر الروماني لما كنا بنحط ضريبة الرأس كنا بنحددها بخصوبة الإقليم، كان أعلى ضريبة رأس بتدفع هي في إقليم الفيوم، لأنه كان المرحلة التوب، المرحلة الأعلى اللي مفيش زي ليها. أمن محات نزل هناك، عمل مشروعات زراعية، عمل مجموعة من الأمور، وخد لقب سحتب إيب رع، مرضي البرع، لاعب على الإلهين الكبار أمون ورع. وده على فكرة هنبدأ بقى نشتغل بعد كده، خلاص هنبدأ تدخل الدائرة مع بعد الكرنك، بلاقي اسمه موجود فيه لما كان بير إيمن موجود في المنطقة بتاعت الأخ منه، حتة الحجر اللي حضرتك بتخش وانت داخل على حديقة النباتات، حتة إخواتنا الغفر مغطينا دلوقتي كده بحتة سرج أو حاجة. الراجل ده ابتدى يشتغل كويس قوي، ابتدى يأمن البلاد، عاش في عهده موظف مهم قوي. اولا خلاص البلد اقتصادية، بدأنا ناكل، بدأت الامور تمشي، بدأت العلاقات الخارجية تفتح. ابتدى عمل حاجة غريبة قوي، بعد 20 سنة من حكمه خد ابنه الكبير او ابنه المقرب ليه. ابنه ده كان اسمه ايه؟ سي ان اسرت. سي يعني ايه؟ الراجل. ان اسرت الراجل بتاع وسرت. مين الراجل بتاع وسرت ده؟ اللي بنسميه سنوسرت.
خد ثلاثته وقال له انت هتبقى شريكي في الحكم. شايفين العرش ممكن ينتقل ازاي؟ الابن يتجوز من اخته عشان تنقل له الدم، ممكن ملك حاكم ينقلب على حاكم او يعمل اي مشكله ضده فيصل الى الحكم، ممكن انه يرث الابن ابوه، ممكن انه يشرك الاب ابنه معاه في الحكم في حياه عينه ويديله صفات الملوك. عشان كده احيانا كنا نلاقي ثلاثيه الاول الخراطيش بتاعته موجوده كحاكم في بعض النوش. ثلاثيه الاول او ثلاثيه لسباش الاول ابوه ابتدى يديله حملات خارجيه وابتدى يحركه في تامين حدود مصر. كان دايما اللي بيرافقه واحد من مربي نساء القصر والناس اللي موجودين، سانهت ابن الجميزة اللي احنا بندلعه ونقول عليه سنوهي. سنوهي كان شخص مقرب جدا للملوك لدرجة انه في السنة الثلاثين من حكم أمنمحات الاول خرج سنوسرت الى حدود مصر الغربية. لاحظتوا بقى، لاحظتوا ان انا عمال بتكلم كله في المرحلة دي ان مفيش شغال على الجنوب وعمال بأمن ووصل بلاد الشام، يعني وصل حدود سين، لكن هنا الناحية الغربية كان فيها مشاكل. مين اللي استغلها؟ التميحو التحينو اللي هم سكان الحواف في الغربية. لكن أمنمحات بعت حملة بحملات كتيرة كان أهمها الحملة اللي تمت في السنة الثلاثين واللي اتكتبت في قصة سنوهي، انه خرج سنوسرت عشان يوقف التميحو والتحينو عند حدهم ويقضي على ثورتهم. خرج الولد وهو هناك جاله خبر أمنمحات يا سنوسرت الحق ابوك مات. ابوك مات. الطبيعي انا مشترك مع ابويا في الحكم، الطبيعي ان الامور ستيبل في البلد، طبيعي ما عنديش اي مشكله تخليني ان انا اصل الى الحكم بشكل طبيعي، لكن ان انا اسيب الجنود بتوعي واتخفى واطلع يتقال لي انه طلع امسشتا مي بيك امسشتا زي الصقر في السر يطير، صقر يطير على مصر. دي واحد. اتنين، ان سنوهي اول ما يسمع ما يجريش معاه، سنوهي يجري ويستخبى ويمشي. واضح هنا القرايه اللي احنا بقى هنقراها دلوقتي اللي هي انه يبدو انه حدث امر جلل. الامر الجلل ده كان ان الملك أمنمحات ربما رفضت بعض نساء القصر وكان سنوهي على علم بالامر او سمع به، كانوا رافضين لان ياتي سنوسرت ملكا على البلاد بعد ابيه، فانتهزوا فرصه ان الولد مش موجود تامره. علشان كده لما نيجي نلاقي سنوسرت بيقرا او بيقول على فكره انا ابويا ساب لي تعليم، لان بعض الاراء بتقول ان سنوسرت ان أمنمحات ما ماتش، ولكن لما رجع ابنه ابتدى او يعني ان لما وصل له الخبر ورجع لقى ابوه متصاب ما ماتش، فحكى له بقى لا تامل لاحد، كن بعيد عن الناس، عامل مش عارف، ابتدى يحذره من التعامل مع الناس. فيبدو ان هم انتهزوا فرصه ان الولد مش ان الولد مش مع ابوه دخله. عشان كده قال ايه؟ ما من شجاع بليل، ما حدش يمشي، حدش يمشيش في ضلمه وتقول انا ذكر انا ده انا في الضلمه اعمل، لا ما انت مش عارف ايه اللي تحت رجلك مش ايه اللي قدامك. يعني هو عايز يقول له كنت شايف الصوره كامله، اللي امنتهم خانوني اللي 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 ومنهم سنوهي. سنوسرت رجع ويبدو انه هنا قضى على المؤامره تماما، ولكن قضاء على المؤامره والتعليم اللي قالها نسبت لابوه، سواء بقى ان التعليم دي كان ابوه قالها زي ما البعض بيقول ان الاب كان اتصاب والولد رجع وحكى له القصه وحكى له، او ان الولد اراد ان يقول ان ابويا دم في مصف الالهه فابويا حكى لي اللي انتوا ما تقدروش تعرفوه عنه، وحكى لي بالوحي الالهي ايه اللي حصل، مفيش حاجه بتستخبى عليا انا ابن الملك. لكن هو كان من الذكاء من سنوسرت انه لما رجع هدى الامور تماما، عفى عمن قد يكون العفو. عشان كده لما سنوهي هرب من حدود مصر الغربيه ومشي وعدى اسوار الوالي ومش عارف ايه وراح حدود مصر الشرقيه وعاش في مناطق البدو في سيناء وما حولها وعاش وكون اسره، لكن لقينا في نهايه قصه سنوهي انه بعت للملك بيقول له ارجوك انا طالب حاجه، كان مصر هي التربه الكويسه. كل اسف تلاقي الواحد عايش 50 60 سنه بره مصر مستمتع بالبلد مش فارقه عنده خالص، وقبل ما يموت بكام شهر يجي يقول لك ايه طب بعدين ياه الواحد يدفن في بلده بقى، يعني انت ما افتكرتش انها بلدك غير انها تكون قبر يا اخي. سنوهي بعت للملك يطلب منه ده ويطلب منه السماح الغريمي لان سنوسرت الاول وافق له انه يرجع ويموت في بلده او يعيش ما تبقى له من عمر في بلده. سنوسرت هنكمل عليه كلامنا المره الجايه لان مرحله مهمه جدا الاسره والاهرامات بتاعتها والبعد الاقتصادي وسد اللاهون والحلي بتاع الاسره والجزء الرائع بتاعها، لكن الشيء المهم جدا بالنسبه لي هو ان
القصه ال 12 هنا سنوسرت لما جه اشتغل، اشتغل ازاي؟ ان لقيت بيظهر للمره الاولى في النصوص المصريه بشكل مؤكد تعبير كوش. اذا انا باصل لاعالي النوبه تحت. اتنين، ان لقيت تعبير ظهر في نصوص الملك ده لطيف جدا، بيقول في سنوسرت الاول ار انه بيعمل الحملات ار سيوسخ تشو نو كمت. ار هنا قبل المصدر بتدي معنى ان اوردر تو، من اجل، بيسموها ار اوف كوزيتيف، السببيه، علشان سيوسخ يوسع تشو حدود نو كمت مصر، عشان يوسع حدود مصر. اذا مرحله الحفاظ على كيان وان المكان وحافظ والمؤامرات ده شيء، لكن المرحله دي بقى بدات اجد الملك يتحدث عن توسيع حدود مصر وفتح حدود مصر، وعمل اثار رائعه. وعشان كده سنوسرت الاول في الليشت بنى الهرم بتاعه ومعاه العشر تماثيل الجمال جدا الموجودين هناك. مره جايه ان شاء الله اللقاء ال11 لينا هنتكلم على بقيه الاسره 12، نصوص اللعنه، ازاي التمهيد اللي حصل للموضوع المهم جدا اللي هيكون له حلقه او اتنين، وهو الهكسوس. شكرا، رمضان كريم.